أنا السيدة فهيمة عائشة حرية بنت صيادة رئيسة سفينة على السواحل، عندي أكثر من 20 سنة في هذه المهنة. هذه المهنة تعلمتها، الوالد تاعي هو اللي علم الوالدة تاعي، والوالدة تاعي هي اللي علمتنا احنا 7 شيرات. ملي كان في عمري 5 سنين هكا 6 سنين نهود للبحر. انا جربت مور الدراسة تاعي، عملت في البلدية، عملت في المتوسطة، ولكني ما لقيتش راحتي، لان نحس باللي البحر هو التنفس تاعي، ما نقدرش نخدم حاجة واحدة اخرى من غير البحر. الام تاعي كانت ما تعرفش كلمه تعبت ولا راني عيانه ولا تستغل الفرص تاعها في العراس وتحوس تخدم برك الوقت تاعها خص تشغله وتعمره. الحمد لله انا اليوم نقول بلي ناس تولد عقارات وتخلي لهم مال وتخلي لهم، انا الام تاعي خلت لي مهنه الصيد تاعها اللي هي المهنه تاعها، والمهنه تاع الصيد هو كنز ثمين بزاف. سفيان احزمهم باش ما يطيحوش. ميكانيسيا كاين مازوت؟ راه بلان وتعدوا مليها؟ سقسي لومبيس عندك مازوت. اي شاشة خفونا تشو شوية، خفونا رانا روطار، خفونا الوقت. في الاول حتى انا كنت متخوفه من نظره رده الفعل تاع المجتمع، لاني كوني مراه وحدي في البور، ولكن لما خرجت للميدان ويعني وكنت قايمه يعني كرئيس في الميدان تاعي والبحريه تاعي وكل واحد في البوست تاعو، فرضت الوجود تاعي، لان ميدان الصيد البحري هو صعب شويه، ماشي غير على المراه، هو صعب على المراه والرجل. هيا قدم مشتوب، قدم لهنا، قدم شوية قدام. أنا باتو كيما هذا حقيقة من طبقة متوسطة، ما نقدرش نشري بابور بهذا لاسون تاع مليار، ونسلفت لنا الدولة ورانا خدامين ومخدمين الناس معنا ونمشوا باش نردوا الدين تاعنا اللي راه علينا، ونكونوا هنايا كسبنا قوت عيشنا ومع ناكلوا حنا ونخدموا ناس معنا. تاكل بالرايب ولا بالحليب؟ عندي بالماء تاع البحر ناكل. ايه راك جيعان. هيا شبيبه، يا نعمروا حد باش ندخلوا للمصر، ندخلوا شويه بكريه.
ديجا الحوت غادي يخسر هنايا. هيا 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 عمرو هيا. اما خدمه الحمد لله كل واحد يهمش، رايس بلاستو لوبيس بلاستو كوبيرو بلاستو كل واحد في بلاستو الحمد لله يا رب. شوف يوم راجل واحد وهي يخدم في وسط ما خصهم والو معاه الفورم اللي يجي داخل له على بالك بيت حتشم جوج. احنا عندنا كل مره كل راجل المؤمن هنا نخدموا رانا خاوه وعائله وحده والحمد لله يا ربي وربي يفتح علينا بالخير ناكلوا ونشربوا وياكلوا معنا الغاشي الحمد لله. هذه خبزتنا. لا ولا هذه الخبزه تاعنا. راني فرحانه كي نجيب الحوت لاخاطش حيا غادي يفرحوا خدمتهم خدمة تاعهم خبزتهم باش ياكلوا ولادهم. بصح انا نجيب الحوت لا ما نجيبش الحوت ليسونسيال كي نخرج هكا البحر في الليل شغل نعيش عالم وخد اخر غير العالم اللي عشته في النهار فيه ضغوطات فيه مشاكل فيه اداره فيه شوف لاي بعيده شوف شوف لا فوالا بعيده بعيده بزاف ديفونس انا ديفونس ديفونس راه من بعد واه واه يا قالك عطروه شاردينا باصه سوي 220000 لك النوبه تاعك في التكوين لكن جهه الله. شكرا شكرا امتعي من قلت هذا البحر كنا درس عندك كان عندنا في الدرس في الجغرافيا انا بلي مين قاعد يسال على البحر واهميه البحر والتربيه وكذا انا كنت عندي اسئله مباشره في القسم هذاك النهار انا درست الدرس لاخاطش انا كي نجي نحكي لك هذه شايله جي بي اس لا مارين القوانين تاثرتي بهذه المهنه بزيح. على هذا انا بغيت نعرف وين غادي توصلي في القرايه تاعك. وانت اش باغي تكوني غدوه؟ قوات بحريه. الله يبارك. وعلاش اخترتي القوات البحريه؟ باش نحبسها في البحر. انا شبعتها بنعم والله العظيم كي نشوف البحر نحسو هو راه يعيط لي يقول لي زيدي قربي عندي لاخاطش البحر هو ما نقدرش نوصفه بزاف سورتو كي يكون في وسط في السفينه تاعي نحس روحي راني في عالم اخر نحس روحي بلي انا راني نتكلم معاه وهو راه يسمع فيا. ما نقدرش نوصف البحر للناس ما نقدرش لاخاطش حاجه داخليه واحد يبغيها بزاف النصف الاخر تاعو اللي يقدر يشوف فيه حتى ولو ما جبتش الحوت كي نشوف فيه نريح نفسيا نريح كي نشوفه هاج نقعد نحسب وين تا غادي البحر غادي يتكلم غادي نمشي بالبوت تاعي ونجيب الحوت.